الآن يا شباب سوف ندرس تحولات الطاقة في الدوائر الكهربائية. سأكون معكم فؤاد الغامدي، أعد لنا الدرس الأستاذ عبد الرحيم الزهراني، ومعنا المعلم المساعد الأستاذ بدر الحربي، سيكون معكم إن شاء الله في الشات. طيب يا شباب، الحقيقة الدرس شوية طويل ونحتاج أن نستعجل فيه شوية. طيب أولا يا شباب، يعني تحوير الطاقة إيش نقصد فيه؟ أنك تستخدم التيار الكهربائي لكي ماذا؟ تحوله من طاقة كهربائية إلى طاقة إيش؟ تستفيد منها. أنا يعني وش يفيدني لما نحصل على تيار كهربائي؟ هل يفيدني في شيء يا شباب؟ ها؟ وش يفيدك يا عثمان؟ تروح البقالة وتشتري بيبسي باثنين أمبير؟ أبدا ما يفيدنا يا شباب. ايوه طبعا التيار هو ما يفيدنا في الحقيقة، احنا نبغى ايش؟ نبغى نستفيد من هذا التيار ان نحوله الى ايش؟ الى طاقة اخرى، ان نقوم بتحويله الى طاقة اخرى نستفيد منها. فمثلا يا شباب لدينا هنا امثلة اجهزة، محرك ومصباح وسخان. نعم طبعا المحرك يا شاب ما الذي يحدث فيه؟ يحدث اننا حولنا الطاقة الكهربائية الى ميكانيكية، كذلك في المصباح الكهربائي حولنا الطاقة الكهربائية كما تشاهدون إلى طاقة ماذا؟ إلى طاقة ضوئية وحرارية أيضا. يعني بعض المصابيح يا شباب تسخن أثناء عملها، تسخن أثناء عملها. طيب ولدينا أيضا يا شباب السخان الكهربائي أيضا يحول الطاقة الكهربائية إلى إيش؟ إلى حرارية. ولاحظوا أن السخان الكهربائي يا شباب في العادة يحول بالكامل أو طاقته تحول بالكامل إلى طاقة الحرارية. ممتاز. طيب سؤال شاب بسيط جدا يقول جهاز كهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، أعطوني إجابة على الشات يا شباب، أعطوني الشات. المحرك. نعم المحرك الكهربائي هو يا شباب الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الميكانيكية. ممتاز. طيب يلا سؤال بسيط أيضا، السخان الكهربائي يحول الطاقة من ماذا يا شباب؟ يحول الطاقة من ماذا؟ يلا يا عبدي راح أعطيك القلم. أحمد تفضل اختر الإجابة الصحيحة. تابعوا زميلكم يا شباب، ايش رايكم، اجابه صح ولا غلط؟ ممتاز يا احمد، ممتاز جدا. اذا يا شباب مثل ما قال زميلنا يحول الطاقه الكهربائيه الى ايش؟ الى حراريه. ممتاز جدا. طيب الان يا شباب القدره المستنفذه في مقاوم، القدره المستنفذه في مقاوم. الحقيقة يا شباب أن العوامل المؤثرة في هذه القدرة المستنفذة في المقاوم هو عاملين أساسيين. خلاص إذا أكتب هنا العوامل المؤثرة في، وراح أرمز لها بالرمز بي في القدرة المستنفذة. ما هي يا شباب؟ أولا مربع شدة التيار، وثانيا يا شباب مقاومة ماذا؟ مقاومة المقاوم، مقاومة المقاوم. طيب مقاومة المقاوم. طيب طبعا يا شباب القوانين اللي راح استخدمها للقدرة مثل ما انتم عارفين أن ماذا؟ لون يختار لون، أن البي تساوي ماذا؟ اي في في، صح ولا لا؟ هذا القانون اللي احنا نعرفه. طيب خلوني أذكركم يا شباب أن الفي تساوي اي في ار، صح ولا لا؟ من قانون أوم.
وأيضا الآي يا شباب ايش تساوي؟ تساوي في على ار. خلاص طيب أبغاكم يا شباب نستنتج من هذا القانون، خلاص قانون يعطينا القدرة ولكن بدلالة أخرى. يعني يا شباب استبدل الآي مقدار الآي هذه بقيمتها هذه، خلاص وش راح تساوي يا شباب؟ ها ايش نقول؟ تساوي في على ار اللي هي قيمة ايش؟ قيمة الآي مضروبة في في، صح ولا لا؟ يعني وش تساوي في الأخير؟ في تربيع على ار. اذا هذا اول قانون، خلاص. طيب استبدل الفي بقيمتها هذه بالفي هذه، مش راح يعطيك القانون؟ ها نقول بي تساوي ايش؟ الاي مثل ما هي، الفي بدل الفي مكتوب اي ار، يعني ايش؟ اي تربيع في، اي تربيع في ار، خلاص اي تربيع في ار. إذا هذه يا شباب هي أهم قانونين عندنا الآن، اللي هو القانون هذا I تربيع في R، والقانون الآخر اللي بقيمة البيع عبارة عن V تربيع على R. خلاص واضحة يا شباب؟ واضحة النقطة هذه؟ طيب ممتاز. أعطوني يا شباب إجابة على هذا السؤال. يلا العوامل المؤثرة في القدرة المستنفذة في مقاوم. ها يا شباب اثنين كلكم اثنين. ها أحد عنده إجابة أخرى؟ طيب لو ارجع للي انا كتبته ايش رايكم؟ واضحة الان؟ ساعود للسؤال. ها طبعا هنا يا شباب قال لنا في السؤال انه ايش؟ اختر الإجابة الأصح، اختر الإجابة الأصح. خلاص الحقيقة يا شباب أنه هناك إجابتين هي الصحيحة، البي والسي، صح ولا لا؟ إيه إحنا قلنا مربع التيار المار في المقاومة، وكذلك يا شباب مقاومة المقاوم، وكذلك مقاومة المقاوم. خلاص فهاتين الإجابتين هما الصحيحة. ننتقل إلى النقطة التي تليها، تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، وهو يا شباب موضوع جدا جميل وبسيط. أولا يا شباب تعلمون أن ارتفاع حرارة المقاوم عند مرور التيار الكهربائي فيه يعود إلى ماذا يا شباب؟ ما سبب ارتفاع درجة الحرارة المقاوم عند مرور التيار فيه؟ ها يا شباب ما السبب؟ يعني لو كان عندك مثلا سلك كهربائي لو تعرض لمرور التيار الكهربائي فيه، يعني بعد فترة تلقى أن السلك هذا احتر شوية. ليش؟ يقول احتكاك ايش؟ يا شباب احتكاك التيارات، التيار ما يحتك ولا يتحرك. يا سلام عليك يا عبد الله، تصادم جزيئات المقاوم مع ها مو مع التيار. انا دائما قلت لكم ان التيار لا يتحرك، اللي يتحرك ايش يا شباب؟ التيار مثلناه يا شباب، تذكرون مثلناه مثل سكة القطار. هل السكة تتحرك يا شباب؟ السكة لا تتحرك، ما الذي يتحرك؟ القطار. خلاص؟ أيوة يا عبد الله ممتاز. إذن يا شباب هنا
الذي يتحرك في السلك هي الشحنات الكهربائية وليس التيار الكهربائي. خلاص دائما اعتبروا ان التيار مثل سكة الحديد حقة القطار، هذا هو التيار، وان الشحنات هي عربات القطار. خلاص، فالذي ينتقل يا شباب ماذا؟ هل تنتقل السكة؟ السكة لا تنتقل، الذي ينتقل ماذا؟ الشحنات الكهربائية أو العربات أو عربات القطار. طيب خلونا من هذا كله، خلوني أعطيكم الزبدة عشان أنتم طفشانين شكلكم اليوم. ارتفاع درجة الحرارة يعود إلى تصادم الإلكترونات مع ذرات المواد. خلاص، طيب إذا تصادمت ايش يصير يا شباب؟ إذا تصادمت ما الذي يحدث؟ تزداد طاقة حركة الذرات وترتفع درجة حرارتها. وكلما زدنا يا شباب قيمة التيار الكهربائي، كيف نزيد التيار؟ بزيادة قيمة فرق الجهد، صح ولا لا؟ زادت الحرارة الناتجة، وكذلك كلما زاد الزمن في استمرار مرور التيار زادت أيضا الحرارة الناتجة. طيب طبعا يا شباب بعطيكم بكل بساطة قانون الطاقة الحرارية عندما تتحول، هي تساوي ماذا يا شباب؟ القدرة مضروبة في الزمن، القدرة مضروبة في الزمن. طيب أنا أخذت القدرة يا شباب قبل قليل وعوضت فيها بعدة قوانين، خلاص أقدر أقول إنها تساوي ماذا يا شباب؟ ها أقدر أقول إنها تساوي I تربيع في R في T، صح ولا لا؟ أو ماذا يا شباب؟ في تربيع على R في T، مضبوط؟ هذه هي القوانين اللي أستطيع أن أستخدمها في حساب الطاقة الحرارية، 1 2 3، وجميعها يا شباب مجرد اشتقاقات بسيطة لا تستحق يعني أي جهد. ممتاز. طيب يلا خلونا ننتقل كذا إلى أسئلة بسيطة لعلنا نتشارك في حلها. الطاقة الكهربائية المستهلكة في السخان تتحول بكاملها إلى، ما ايش رايكم يا شباب؟ الى ايش؟ يلا عبد الله سلامه، عطنا الاجابه. طاقة حرارية، أحسنت، تتحول جميعها إلى ماذا يا شباب؟ إلى طاقة حرارية، شكرا لك يا عبد الله، تتحول إلى طاقة حرارية، ونعطيك 1 2 3 3 ستارز. اوكي طيب خلونا نشوف يا شباب سؤال آخر، أو ناخذ موضوع الموصلات فائقة التوصيل. يلا من يعرف يا شباب الموصلات فائقة التوصيل؟ ها يا شباب من يريد أن يشاركنا في الحل؟ يلا عثمان خذ مربع النص وتفضل اكتب لنا هنا تعريف الموصلات فائقة التوصيل. أحسنت، هي مادة مقاومتها صفر وتوصل، أحسنت، الكهرباء دون، صحيح يا عبد الله، هي التي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية بنسبة 100%، هذا أيضا صحيح، أيضا صحيح، تعريف صحيح. يعني الفكرة يا شباب، الفكرة من هذه الموصلات انه مثل ما قال زميلنا عبد الله وزميلنا عثمان، انها مواد يا شباب تنعدم فيها المقاومة الكهربائية، تنعدم فيها المقاومة الكهربائية. كيف تنعدم؟ اي لا يوجد هناك ايش، لا يوجد فقد في الطاقة ولا يوجد تصادمات، فبذلك يا شباب تمر الشحنات الكهربائية دون أن تصطدم مع ذرات هذه العناصر ودون أن تسبب أي مقاومة تذكر.
طيب طبعا أين تستخدم يا شباب؟ كيف نستطيع أن نحصل على هذه الموصلات؟ نستطيع أن نحصل عليها عندما يا شباب نبردها إلى درجة تكون أقل من ماذا يا شباب؟ أقل من 100 كالفن. أقل من 100 كالفن. خلاص نبدأ في تصنيع هذه الموصلات في آخر التوصيل. طيب كذلك يا شباب استخداماتها تستخدم في عدة صناعات، يعني من أهمها صناعة المغانط المستخدمة في أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي اللي هو الـ MRI، لو أنكم قد شفتم في المستشفى، اللي هو نسميها التصوير المحوري الطبقي. كذلك يا شباب تستخدم في عمل مسرعات الجسيمات. تعرفون مسرعات الجسيمات؟ اي احسنت يا عبد الله سلام، انت والدك يعمل هناك ما شاء الله. ايش اسمه يا عبد الله، تذكر اسمه؟ ها طيب ساكتبه لك. ايوه لا مو بالباء، ايوه احسنت، يعني قريب من هذا، قريب السك، خليني اكتبه احسن. اسمه يا شباب السينكروترون. هذا يا شباب معجل او مصادم جسيمات او مسرع جسيمات، يستخدم يا شباب فيه ايش؟ تستخدم في عمله الموصلات فائقة التوصيل. طيب مادة مقاومتها صفر توصل الكهرباء دون ضياع في الطاقة، ايش رأيكم يا شباب؟ اعطوني اجابة على الشات، اعطوني اجابة. ها اللي هي الموصلات فائقة التوصيل. أحسنتم جميعا. طيب خلونا يا شباب نشوف السؤال الآخر. يمكن الحصول على موصلات فائقة التوصيل عن طريق ماذا يا شباب؟ تبريدها إلى درجة الغرفة، أم من قريبة من تجمد الماء، أم إلى أقل من 100 كالفن، أم لا توجد إجابة؟ إيش رأيكم؟ الجميع يقول 4. 4 يا شباب، معقول؟ طيب خلوني أرجع لكم على الصفحة. إذا يا شباب ما هي الإجابة؟ غيرتم رأيكم؟ أكيد سي، عندما نبردها يا شباب إلى ماذا؟ عندما نبردها إلى درجات أقل من 100 كالفن نستطيع أن نحصل على هذه الموصلات. طيب من استعمالات الموصلات فائقة التوصيل، مغانط أجهزة الـ MRA اللي هو التصوير الطبقي المحوري، وأجهزة السينكروترون اللي هو مسرع الجسيمات، أو توصيلات كهرباء المنازل، أم الاختيارين A و B معا؟ ها يا شباب، أحسنتم. الإجابة بكل بساطة هي A و B، المغانط وأجهزة المسرعات. ممتاز جدا. طيب هنا يا شباب أمثلة نريد أن نتشارك في حلها سويا. خلاص طيب سأبدأ أنا بحل هذا السؤال، ومن ثم نعطيكم يا شباب فرصة تحلون معنا الأسئلة الأخرى. طيب شو يقول السؤال؟ يقول يعمل سخان كهربائي مقاومته 10 أوم، مقاومته 10 أوم على فرق جهد 120 فولت. أحسب أولا القدرة
التي يستنفذها السخان الكهربائي يعني بي يا شباب. البي ايش تساوي؟ ها البي ايش تساوي؟ ها استخدموا يا شباب في، هنا عندنا في وعندنا هنا ار، صح ولا لا؟ انا اخذت 3 قوانين للباور. ها يا شباب طبعا كلكم تقولون اي في في، صح ولا لا؟ صح. طيب لكن يا شباب الاي ما هي موجودة عندي، شو اقول؟ ها اذا البي يا شباب تساوي ايش؟ في تربيع على ار، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ البي تربيع على ار. طيب اذا البي تساوي، البي يا شباب 120 تربيع نقسمها على 10 تساوي، ايش تساوي يا شباب؟ 1440 واط. 1440 واط، خلاص. طيب الفقرة الثانية يقول الطاقة الحرارية التي ينتجها السخان خلال 10 ثواني. طيب انا اعرف انه يا شباب اي او الاي عفوا ماذا تساوي؟ تساوي قدرة في الزمن. طيب تساوي ايش القدرة؟ حسبتها 1440 مضروبة في الزمن اللي هو 10 ثواني، يعطيني 14400 ماذا؟ 400 جول، خلاص. بسيطة يا شباب المسألة، بسيطة يا شباب. أحد عنده سؤال، شيء، استفسار؟ طيب نشوف المسألة اللي بعدها. أوكي يلا. يقول يعمل سخان كهربائي مقاومته 15 أوم على فرق جهد قدره 120 فولت، احسب أولا التيار المار في المقاومة. يلا راح أقسم الصفحة إلى 3 أجزاء، خلاص. هنا نحل A وهنا نحل B وهنا نحل C. يلا من يبدأ يا شباب بالA؟ من حاب يبدأ بالA يا شباب؟ ما في إلا عثمان طبعا. تفضل يا عثمان، يلا معاك القلم، تفضل وتابعوا زميلكم يا شباب حتى يستطيع أن يحل. إذا يقول التيار I يساوي B على V، أحسنت. يلا خليني أساعدك في التنسيق. أوكي تفضل، I يساوي B على V. أيوة ايش فيك يا عثمان؟ ما يحتاج، ما يحتاج حبيبي، اكتب لي بالله على طول القانون وعوض عشان المسافة يا عثمان، عشان المسافة لو سمحت، عشان المسافة، معليش. ايوه تفضل. طيب من يبي الشباب من اعطيه القلم يحل لنا الفقرة بي على بال ما يحل عثمان اي؟ يلا خلونا نخلص بسرعة. من يحل بي يا شباب؟
بسيطة جدا. يلا عبد الله خذ القلم. خذ القلم يا عبد الله، تفضل حل فقرة بي. طيب من حاب يحل الفقرة سي يا شباب؟ الفقرة سي أثناء الحل. طيب خلوا الشباب يخلصون بعدين نبدأ احنا ان شاء الله في الحل سي. يقول عثمان ان البي تساوي في تربيع على ار، مع انه غريب يا عثمان، حلك جدا غريب. خليني اقول لك ليش. معليش انا راح اقاطعك، راح اقاطعك. يعني اول شيء انت جيت قلت ان البي تساوي في تربيع على ار، بعدين تحسب لي البي، بعدين تطلعها تقسمها. ليش يا عثمان ليش؟ في شيء اسهل من كذا بكثير جدا، ولا لا يا شاب؟ حد عنده فكرة كيف نحل الفقرة ايه بكل سهولة؟ ها احد يبغى يشارك؟ خلوني انا احلها. الآية يا عثمان شو يساوي؟ تيار فرق الجهد على المقاومة بكل بساطة، صح ولا لا؟ صح يا عثمان. إذا الآية تساوي ماذا يا شباب؟ 120 على 15، تساوي إيش؟ مين يعطينا الناتج يا شباب؟ 8 أمبير. أفا أفا يا عثمان، كيف من وين هذا القانون؟ هذا قانون إيش يا عثمان؟ هذا القانون حق إيش؟ قانون أوم يا شباب، قانون أوم إيه؟ بكل بساطة. طيب خلونا نشوف عبد الله إيش سوى. يقول الطاقة. طيب يا عبد الله معليش، عندي سؤال لو سمحت. السؤال ما طلب منك انك تحسب الطاقة الحرارية، ولا يا شباب متفقين معي ولا لا؟ ما طلب منك الطاقة الحرارية، طلب منك الطاقة ايش؟ المستهلكة في مقاومة السخان. ها يا شباب ايش رأيكم؟ الحقيقة يا شباب مثل هذه العبارة يجب أن تنتبهوا لها، خلاص؟ الطاقة التي يستهلكها يا شباب نفس الجهاز، خلاص؟ الجهاز سواء سخان، دفاية، أي جهاز، إذا قال لك ما هي الطاقة المستهلكة في مقاومة هذا الجهاز، خلاص؟ دائما تعرف إنه يبغى إيش؟ يبغى بي، يبغى قدرة، يبغى القدرة الكهربائية، خلاص يا شباب؟ يبغى القدرة الكهربائية. فإحنا هنا نعرف إنه يبغى القدرة البي يساوي اي في في، وتساوي الاي كم يا شباب؟ 8 حسبناها، والفي 120. إذا تساوي ماذا؟ ها من يعطينا يا شباب؟ 8 في 120 يا أصحاب عبد الله انتبه، انتبه لكلامي. أنا قلت الطاقة المستهلكة في مقاومة الجهاز، خلاص؟ في مقاومة الجهاز. 8 ضرب 120 تساوي 960. 960 ايش؟ ها 960 واط، خلاص 960 واطا. واضحة يا شباب النقطة اللي قلت لها لكم؟ واضحة؟ انتبهوا للكلام هذا. الفقرة سي يا شباب، حد يبغى يشارك في حلها ولا حلها أنا؟ بسيطة الفقرة سي، ما يحتاج شيء. حد يبغى يحلها يا شباب يشاركنا في الحل؟ يلا عثمان تفضل. يلا تفضل. يبغى الطاقة الحرارية الناتجة في هذه المدة. ها
طبعا يا شباب مثل هذه الأرقام يعطيك مثلا الثواني، خلاص اللي هو الزمن، بجانب الطاقة هنا، بجانب كلمة الطاقة، عشان إيش؟ عشان يتوهك شوية. انتبهوا يا شباب، إذا قال لك الطاقة المستهلكة في مقاومة الجهاز، يعني الجهاز هو اللي إيش يا شباب؟ هو اللي يستهلك هذه الطاقة، إذن هنا قدرة الجهاز. لكن لو طلب منك يا شباب الطاقة الحرارية أو الطاقة الناتجة، خلاص، أو الطاقة التي نستهلكها من الجهاز، إذن هنا نحتاج يا شباب إيش؟ إلى الطاقة إي، إلى الطاقة إي. أحسنت عثمان، إي يساوي بي في تي، أحسنت. طبعا 960 مضروبة في، أحسنت، في الزمن اللي هو 30 ثانية، ساوي، يلا أنا بحاول أعدل معاك شوية، 30 ثانية، وهنا 960، كم تساوي يا شباب؟ أحسنت عبد الله سلامة، مكتوبة هنا، خليني أنا أكتبها يا اسمك عثمان، خليني أنا أكتبها عشان أنت تواجه صعوبة، شكرا لك، خليني أنا أكتبها. إذن هنا يا شباب نقول تساوي كم يا عبد الله؟ تساوي 2 8 8 0 0. الوحدة يا شباب لا ننساها هي الجول، هي أيوة اي، انت حسبت، انت حسبت، شوف الفقرة بي، انت حسبت الفقرة سي، نعم. واضح يا شباب السؤال؟ احد عنده اي سؤال، اي استفسار؟ ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب. يلا ننتقل. يقول السؤال يا شباب، إذا وصلت مقاومة مقدارها 39 أوم ببطارية جهدها 45 فولت، فاحسب التيار المار والطاقة المستهلكة في المقاومة خلال 5 دقائق. يلا، من يبغى الفقرة A؟ ها، من الفقرة A يا شباب؟ يلا يلا، غير عثمان، ما في إلا عثمان بس، يلا يا شاب، من يريد أن يشارك؟ يلا، الفقرة A عثمان والفقرة B عبد الله سلامة، راح أعطيكم الاثنين الأقلام وتحلون مع بعض، يلا تفضل. هنا يا شباب A، وهنا الفقرة B، وهنا الفقرة B، يلا تفضلوا. أحسنت عبد الله، أحسنت عثمان، يلا عبد الله يقول القدرة تساوي في تربيع على ار، احسنت، يعني استفاد من ايش؟ من المعطيات يا شباب. وليش قلت يا عبد الله انها تساوي البي، مع انه هنا قال الطاقة، صح ولا لا؟ هنا قالنا الطاقة، ليش قلت انها تساوي البي؟ لان اللي يستهلكها ايش هو؟ الجهاز، يا سلام عليك، لانه مستهلكة في المقاومة، ممتاز جدا، لا تنخدع بيش بهذا الزمن اللي اعطاك اياه. يلا عثمان ايش سويت انت؟ 1.5، 1 فاصل ايش؟ ارجع ارجع، ايوه
1.15. ايوه الوحدة. امبير، الوحدة امبير. يا سلام عليك، ممتاز. اذا يا شباب، شكرا للشباب عبد الله وعثمان. خلوني بس أأكد عليكم، الفي يا شباب عندي كم؟ 45، وعندي المقاومة 39، سيطلع الناتج 1.15، والوحدة يا شباب هي أمبير، والوحدة هي أمبير. ممتاز جدا. طيب، أحد عنده سؤال يا شباب على هذه المسألة؟ أحد عنده سؤال استفسار؟ نروح للي بعده. بسم الله. طيب، يقول السؤال يا شباب: مصباح كهربائي قدرته 100 واط، وكفاءته 22% فقط. خطير السؤال هذا. أي أن، شوف التعقيب يا شباب، أي أن 22% فقط من الطاقة تتحول إلى ماذا؟ إلى طاقة ضوئية. خلاص، المطلوب الأول يقول: ما مقدار الطاقة الحرارية التي ينتجها المصباح كل دقيقة؟ ها يا شباب، من عنده فكرة؟ طبعا يا شباب القانون، خلوني أقسم الصفحة قسمين وخلوني أبدأ في A مثلا. القانون عندك هو E يساوي، مدام انه قال طاقة، إذا E تساوي ايش يا شباب؟ B في T. خلاص؟ طيب، ممتاز. هنا يا شباب ال B في الفقرة A قال: ما مقدار الطاقة الحرارية التي ينتجها المصباح الكهربائي؟ طبعا يا شباب هنا كفاءة المصباح كم؟ 22%، صح ولا لا؟ يعني فقط 22% سوف تتحول إلى إيش؟ إلى ضوء. هذا ما يهمني فيه، 22% هذه إذا ما تهمني. اللي يهمني كم يا شباب؟ الباقي، صحيح يا عبد الله؟ صحيح، اللي يهمني الباقي. تصبح يا شباب تساوي إيش؟ 78 مضروبة في الزمن. كم الزمن؟ قال كل دقيقة. كم؟ 60 ثانية، صح ولا لا؟ تساوي كم يا شباب؟ ها؟ راح أعيد يا عثمان، أبشر. حد يعطيني الناتج يا شباب؟ 4680 على ذمة عبد الله سلامة طبعا. الوحدة يا عبد الله؟ الوحدة جول. ممتاز. خلاص، نجي للفقرة بي يا شباب. الفقرة بي يقول: ما مقدار الطاقة التي يحولها المصباح إلى ضوء؟ يعني يا شباب ما هي الطاقة التي نستهلكها من المصباح؟ خلاص، ولكن استهلاكها وين يا شباب؟ هل هو عبارة عن حرارة مستهلكة أو مفقودة أم ضوء؟ طبعا ضوء. طيب، الضوء كم قلنا يا شباب؟ عبارة عن 22%. يعني يا شباب كم 22% من المئة هذه؟ يعني 22. إذا الـ A تساوي يا شباب أيضا B في T. إذا A تساوي ماذا تساوي يا شباب؟ 22 مضروبة في 10. خلاص، وعفوا في 60، في 60، في 60. بسم الله، مضروبة في 60. أوكي، كم تساوي يا عبد الله؟ 1320. الوحدة يا شباب، الوحدة جو. ممتاز جدا، ممتاز. طيب، خلونا ننتقل إلى السؤال الأخير. هي جدا بسيط جدا. يقول السؤال: تبلغ مقاومة عنصر التسخين في طباخ كهربائي عند درجة حرارة تشغيله كم؟ 11 أوم. هذه المقاومة يا شباب. طيب، إذا تم توصيل الطباخ بمصدر جهد مقداره 220 فولت، فما مقدار التيار الكهربائي المار في عنصر التسخين؟
أحد يبغى يحل يا شباب؟ أحد يبغى يحل؟ يلا أيضا عبد الله سلام. وين عبد الله؟ يلا تفضل عبد الله، اختار لنا بالله القلم أو المربع النص وابدأ بحل السؤال. شوف كيف تراه، أعتقد أنه جدا مباشر ما يحتاج. أحسنت، I تساوي إحدى عشر على، يا سلام عليك، أوف 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 أوف، كأني أرى مشكلة كبيرة. قول إيش رأيكم يا شباب؟ ها يا شباب، جميلكم حال صح؟ انتبه يا عبد الله، انتبه، الله يهديك. القانون هنا خطأ. اي احسنت يا محمد، هو في على ار. طيب خليني امسح لك واعيد من جديد. لا 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 لا، خليك، انا اسويك. يلا تفضل. بي على ار، اذا 220 تقسيم 11 كم يا شباب؟ ساوي 20 أمبير، يا سلام عليك. طيب يلا، مين يا شباب الفقرة الثانية؟ شكرا لك يا عبد الله. مين يا شباب يحل الفقرة الثانية؟ حياك الله يا محمد، حياك الله، شرفتنا. يلا عثمان تفضل. يلا اي تساوي ار تربيع، يقول يو ايوه احسنت، دي تربيع على ار. اوكي يلا روح. أحسنت، البي طبعا 220، يا البي هو 220، 220. يلا كمل كمل، مالك، 220 تربيع. أيوة على 11، ممتاز. على الآر مضروبة في 30 ثانية، مضروبة في 30 ثانية، ممتاز. كم تساوي؟ خذ خذ الإجابة، أعطاك إياها عبد الله سلامة. مئة واثنين وثلاثين ألف، والوحدة
جول. لسه صفر يا 132,000. أوكي عثمان، شكرا لك، الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. إذا يا شباب الإجابة هي 132,000، والوحدة مثل ما قالنا عبد الله جول، مثل ما قالنا جول. ممتاز. طيب شباب، هنا يا شباب وصلنا إلى ختام درسنا اليوم، شكرا لكم. أخذنا اليوم يا شباب ملخص الدرس، راح أعطيكم إياه في شيء بسيط. تحولات الطاقة في الدوائر الكهربائية. الطاقة بكاملها لا تتحول إلى شكل مفيد. طبعا هناك يا شباب إيش؟ هناك جزء منها يتحول أو يفقد عن طريق إيش؟ طاقة حرارية وخلافه. كذلك شباب أخذنا القدرة المستنفذة في مقاوم، هناك عاملين يؤثران فيها، مربع التيار المار ومقاومة المقاوم. وأخذنا قانونين شباب، اشتقيناها من قانون أوم. كذلك عندما نحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية نحسب E تساوي B في T مثل ما أنتم شايفين، واستخدمنا قيم البي هنا وعوضناها في الاي. طيب أخذ الموصلات فائقة التوصيل وأخذنا صناعتها واستخداماتها. ختاما يا شباب خلوني بس أكتب أساميكم، كنتم متميزين الحقيقة ورائعين. مين المتميز معانا اليوم؟ كلهم أربعة عشان القدرات يا عبد الله، مساكين محشورين فيها الله يعينهم. عبد الله سلامة، كذلك عثمان يعطيك العافية. عثمان، عثمان عوض، أحمد عبدي، ولا يهون، أيمن، أيمن الحداد. طيب الله يعطيكم العافية يا شباب، ما قصرتم، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.